السلام عليكم ورحمة الله. يا شباب، بعضكم بيسأل عن مفهوم العدل في الدنيا، يعني اللي أنا شفته، يعني بالنسبة لأن شفت تفرجت على مقاطع في ناس بتتكلم في اليوتيوب، يا أخي وين العدل؟ ليش ما في عدل في الدنيا؟ هل العدل يعني كيف؟ أو حتى لاحظت أنه بعض المشايخ وبعض الناس اللي تطلع يعني تتكلم في اليوتيوب، من تعاليق، من مقاطع، من إلى آخره، كل واحد بيحلل من على من كيفه، يعني كل واحد بيعطي تحليل من عنده انه العدل في الدنيا، كيف يتم العدل في الدنيا، او كيف انها قسمت بالتساوي، هذا حصل على 100% صحة، وهذا حصل على 100% مدري ايش، والثاني قسمت والله 70% صحة 20% مال. هذا طبعا كله مو صحيح، يعني هذا انت بتحلل نظريات، عبارة عن نظريات، هذا مو صحيح. في الدنيا ما قسمت كذا، هي الدنيا قسمت بين الناس بحكمة، رب العالمين لم يقسمها بين الناس. شوف، احنا خلينا نطرح سؤال، كيف قسمت الدنيا؟ هل الدنيا قسمت بالعدل أم بالتساوي بين الناس؟ لا العدل ولا التساوي بين الناس. الدنيا القسمة تمت بحكمة بين الناس، بحكمة رب العالمين لاستمرارية الدنيا. لازم يكون في ناس، لازم يكون في شخص عامل، لازم يكون في شخص ينقصف، لازم يكون في شخص ميت، لازم يكون في مظلوم، ولازم يكون في ظالم حتى تستمر الدنيا هذه، حتى يستمر بنائها. يعني ما في داعي أنه نقعد نشلح على بعض ونكذب على بعض، كل واحد يطلع لك بنظرية، يعني كل شخص يعني زي ما أنا شو تفرجت على اليوتيوب الآن وشفت، أو حتى في الفيسبوك، في التعليق، في السوشيال ميديا منتشر الآن الأشياء هذه، طبعا كلها عبارة عن يعني تحليلات، كل واحد يعطي نظرية من عنده، هي نظريات دينية، مثل ما الناس بتعطي نظريات في الفضاء، والملحدين بيعطوا نظريات في الفضاء، أيضا المشايخ بيعطوا نظريات عن رب العالمين. الأجوبة عن قسمة الدنيا، عن سبب الخلق، ما حد يعرفها إلا أصلا رب العالمين نفسه. الباقي اللي عندك أنت نظريات، خلقنا لسعادتنا، هذا اللي يقول لك، وهذا اللي يقول لك خلقنا للشقاء، والثاني يقول لك خلقنا للمدري إيش. هذا مو صحيح هذا الكلام. يعني في الدنيا الآن سبب الخلق ما حد يعرف جوابه الحقيقي 100% إلا أنك تأخذه من نفس الخالق، من رب العالمين. جاب رب العالمين يقول لك سبب الخلق، هذا هو الشيء الوحيد يعني اللي احنا بإمكاننا نقدر نقوله، ما في أي سبب مؤكد. يعني أنا الآن بحثت كثير، سافرت أكثر من 7 دول حتى أحصل على الجواب، وما حصلت على هذا الجواب. رحت عند أكبر المشايخ، ومنهم ذاكر نايك اللي الآن جاوب على اليوتيوب، دكتور ذاكر نايك على اليوتيوب جاوب بجواب من عنده لأحد الملحدين أنه عن سبب الخلق، يعني لأن السبب الرئيسي اللي الله خلق فيه البشرية وخلق فيه الناس وإلى آخره. طبعا ما يعني ما كان أنه حقيقي الجواب هذا، لكن كان عبارة عن جواب لحظي في هذيك اللحظة، تحليل، لكنه لا ليس موجود بأدلة، ولا هو مربوط بأدلة لا قرآنية ولا سنية ولا من الإنجيل، ولم يذكر في كتاب، ولم يذكر في أي مكان سبب الخلق. آية واحدة فقط ذكرت فيها، وكل المشايخ الثانيين أيضا أنكروا الآية هذه، يعني بدلوها. طبعا يا شباب، كثير من المفسرين يعني ما أتى بجواب صريح يعني لموضوع سبب الخلق، وما أحد يعرف أصلا إيش سبب الخلق يعني بشكل عام. هذا شكل مؤكد، أنتوا بتعطوا نظريات حتى اللي بتجيبوا من القرآن أو من السنة، لأنه أصلا تفسير الآية الآن، يعني مثل دكتور ذاكر نايك أتى بأنه سبب الخلق، واستدل بالآية إن عرفنا، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، إلى آخر الآية استدل فيها. وطبعا هذا طلع غلط، يعني لأنه أنت إذا رحت الآن إلى مشايخ ثانيين وإلى شيوخ إسلاميين كبار، يعني وناس في الأزهر وناس في السعودية وناس في مكة وناس في ثقة وغير ثقة بشكل عام، يعني كلهم اختلفوا معه، يعني هو أتى بتحليل من عنده تقريبا. فعشان كذا الواحد يعني ما يقدر يثق بتحليل يعرفه يعني أشياء ناس ثانيين، يعني مو مثل الآن موضوع الصدقة، يعني الآن إماطة الأذى عن الطريق ما في شيخ في الدنيا اللي حيتفق معك فيها لو قلت الإماطة الأذى عن الطريق. لكن سبب الخلق دائما أنت فيه شبهة ولو بسيطة 1%، إذن هذا جواب مو مؤكد، أنت ما أعطيتني جواب، وما حتلاقي جواب في الدنيا. بالنسبة للي يسأل عن سبب الخلق في الدنيا ما حتلاقي جواب، الجواب عن سبب الخلق لا يعلمه إلا الخالق، الله أعلم عاد ما هو سبب الخلق للبشر أو حتى للملائكة ولا والأشياء الثانية، يعني أو للعفو للخلائق الثانية.